بسم الله الرحمن الرحيم، وصل إلى وسلم على سيدنا محمد. عدنا مرة أخرى لنلتقي في حصة من الحصص المتجددة بمشيئة الله، وهذه الحصص أخذناها كتدعيم أو دعم لما درس سابقا، خاصة في ميدان الظواهر الكهربائية، واخترنا بعض شهادات التعليم المتوسط لمناقشتها. واليوم من بين الشهادات التي اخترناها شهادة التعليم المتوسط طبعا لمادة العلوم الفيزيائية لسنة أو لدورة 2015، واخترنا الوضعية الإدماجية والتي نصها كما هو موضح أمامنا على اللوح كالتالي: بغية تثبيت شباك حديدي لنافذة بالبيت، استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم. وقلت دائما أركز على مختلف الكلمات الموجودة في التمرين لأنها بمثابة كلمات مفتاحية يمكن الاستفادة منها في حال التمرين. إذن هذا جهاز التلحيم سليم تماما، لكن الإشكال أن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل، والقاطع موضع كصورة لهذا القاطع في الشكل رقم 3 الموجود على السبورة. كما أكدت، هناك إشكال آخر، كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفاة الكهربائية أو الكهربائيتين أو الكهربائيين في آن واحد. معنى ذلك أن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي من المصدر أو بالقاطع الآلي هذه تتكرر عند تشغيل ماذا؟ عندما تشغل الأم الفرن والمدفاة في آن واحد. وتشعر، إشكال آخر وقع للأم في هذه الشبكة الكهربائية، أنها تشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هذه الثلاجة المعدني. لاحظوا هذه الكلمة المعدني. الآن أذكر سببا صحيحا للصدمة التي شعرت بها الأم. طيب سبب هذه الصدمة، طبعا هذا الهيكل معدن. المعادن المعلوم أنها تسمح بمرور التيار الكهربائي، أي أنها ناقلة للتيار الكهربائي. فما هو شعور أو هو سبب شعور الأم بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الثلاجة؟ بالتأكيد السبب هو وجود تسرب في التيار الكهربائي. هذا التسرب ناتج عن ملامسة سلك الطور لهيكل الثلاجة وعدم وجود التوصيل الأرضي الذي يسمح بضياع هذه الشحنات إلى الأرض. إذن كإجابة عن السؤال الأول، سبب شعور الأم بالصدمة الكهربائية عند لمسها للهيكل المعدني للثلاجة هو وجود تسرب للتيار الكهربائي، وسببه تلامس مباشر بين الطور وهيكل الثلاجة. إذن هذا السبب. كذلك السبب الذي يؤدي إلى الشعور بهذه الصدمة في حالة هذا التسرب، عدم وجود توصيل أرضي، لأن التوصيل الأرضي قد يمنع هذه الصدمة الكهربائية أثناء لمس الهيكل. طيب الآن المطلوب الثاني في هذه الوضعية، بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل، ولكن مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الشكل. لاحظوا أن القاطع الآلي الآن ضبط على القيمة 20 أمبير. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا القاطع الآلي يسمح بمرور فقط 20 أمبير، فما أقل نحو الشبكة
الكهرباء. يعني الشدة، شدة التيار القصوى التي يسمح بمرور هذه القاطع أو هذا القاطع الآلي لهذه الشبكة الكهربائية هو 20 أمبير. فسبب قطعه للتيار الكهربائي أثناء تركيب اللحام الكهربائي هو أن شدة التيار الكهربائي التي لزمت لتشغيل جهاز التلحيم تجاوزت هذه القيمة، تجاوزت 20 أمبير، وبالتالي فصل هذا القاطع الآلي التيار عن الشبكة. إذا نلخص هذا المفهوم ثانيا، سبب قطع القاطع الآلي للتيار عند تشغيل اللحام الكهربائي، عند تشغيل اللحام الكهربائي هو ارتفاع أو هو أن الشدة، هو أن شدة التيار الكهربائي، شدة التيار الكهربائي التي شغلت هذا الجهاز، جهاز التلحيم، تجاوزت الشدة الكهربائية أو شدة التيار الكهربائي التي يسمح بمرورها القاطع أو يسمح القاطع الآلي بمرورها، أفضل، التي يسمح القاطع الآلي بمرورها. فالقاطع الآلي في هذا الشكل مثبت على قيمة 20 أمبير، إذن أقصى قيمة يسمح بمرورها نحو الشبكة الكهربائية فهو الحامل للشبكة الكهربائية هي 20 أمبير. إذن عند تشغيل اللحام الكهربائي فتح أو فصل التيار الكهربائي، معنى ذلك أن الشدة تجاوزت هذه القيمة. طيب الآن ما هي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث؟ ما هي هذه الحوادث أولا؟ الحادثة الأولى هي انقطاع التيار الكهربائي من القاطع عند استخدام اللحام الكهربائي. هذه تماثل أيضا استخدام الأم أو قطع انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة من القاطع الآلي عند تشغيل الأم للفرن والمدفأة. طيب الآن معنى ذلك عند تشغيل الأم للفرن والمدفأة ينقطع التيار الكهربائي في هذا القاطع أو يفصل أو يفصل هذا القاطع الآلي التيار عن الشبكة. إذن حتى في هذه الحالة تجاوزت شدة التيار الكهربائي الشدة التي يسمح بمرورها وهي 20 أمبير. إذن لتفادي حدوث مثل هذه الظواهر وهي المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي في حالة تشغيل الفرن والمدفأة وفي حالة تشغيل اللحام الكهربائي، فيجب الرفع من القيمة المسموح بمرورها من طرف القاطع الآلي إلى أقصى قيمة. طبعاً أقصى قيمة مسجلة هنا على هذا القاطع الآلي هي 30 أمبير، إذن يجب الرفع من هذه القيمة. معنى ذلك إذا ثبتنا القاطع الآلي على القيمة 30 أمبير فهذا القاطع يصبح في هذه الحالة يسمح بمرور شدة قصوى قدرها 30 أمبير. هذه القيمة ستؤدي بالتأكيد إلى تشغيل هذا الجهاز دون انقطاع التيار وإلى تشغيل الفرن والمدفأة دون انقطاع التيار. إذن الحل الأول بالنسبة لهذا القاطع هي الرفع من قيمة شدة التيار الكهربائي المسموح بمرورها، هذا القاطع قابل للتعديل. أما إن كان هناك قاطع آخر غير قابل للتعديل، يعني الشدة المسموح بمرورها مضبوطة على قيمة لا يمكن تغييرها، ففي تلك الحالة يجب استبدال القاطع الآلي كلية بآخر يسمح بمرور شدة تيار أكبر حتى تمكن من تشغيل هذه الأجهزة. إذا الآن المطلوب طبعا الجزء الثاني
على مستوى ضبط القاطع. اذا ثانيا ماذا يقول؟ بين سبب فصل القاطع، بين هنا ما هي الاجراءات السليمه الواجب اتخاذها. اذا الاجراءات الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث. طبعا هذه الحوادث قلنا هي انقطاع التيار في حالة تشغيل جهاز التلحيم وفي حالة تشغيل الفرن والمدفأ. حتى نتجنب تكرار هذه الحادثة، إذا الإجراء الواجب اتخاذه هو الرفع أو ضبط القاطع الآلي على قيمة قصوى وضبط القاطع الآلي على قيمة قصوى لشدة التيار المسموح بمرورها حتى يمكن تشغيل الأجهزة. إذا نضبطه على قيمة عظمى حتى نمكن هذه الأجهزة من الاشتغال بمرور شدة تيار كافية لتشغيلها. طيب الآن الجزء ب، مخطط التوصيلات الكهربائية الممثلة في الشكل 4. طبعا هذا المخطط هنا ما قال مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل. إذا بالتأكيد هنا كما قال في هذا المخطط تترجم هذه الاختلالات الموجودة في هذه الوضعية. هناك نقائص، هناك أخطاء في هذا المخطط. نحاول أن نلاحظ المخطط مع بعضنا البعض خطوة خطوة. نبدأ بالمأخذ الأول. المأخذ طبعا يحتاج إلى سلك طوري موصول وسلك حيادي أيضا موصول به توصيل أرضي. هذا مجهز أو مدعم بتوصيل أرضي. إذا فهنا نتجنب الصدمة الكهربائية عند لمس الهيكل، لكن ما ينقص هذا المأخذ هو تركيب منصهرة على السلك الطوري. إذا هنا يجب تركيب منصهرة. الجزء أو القسم الأوسط من هذا المخاطر المصباح. المصباح قلنا القاعدة الأساسية في دارة المصباح يجب أن تركب القاطع على السلك الطوري، وهو كذلك ما هو موجود في هذا المخطط. القاطعة ركبت على السلك الطوري، لكن يجب أيضا تركيب منصهرة قبل القاطعة وعلى التسلسل مع هذا القاطع. إذا هذه تنقص الجزء الأوسط من هذا المخطط. نعود الآن إلى الجزء الأخير وهو المأخذ المشغل لهذه الثلاجة. الثلاجة تحتاج إلى طور وحيادي بما أن هيكلها معدني، قلنا هذا سابقا، يجب تدعيمها بتوصيل عرضي. السلك الأرضي من المأخذ إلى الثلاجة موجود، ماذا ينقص؟ ينقص توصيل هذا السلك من المأخذ إلى الأرض، ويكون المخطط طبعا بعد التعديل بهذا الشكل. إذا قلنا في المأخذ الأول ماذا ينقص؟ ينقص منصهرة، طبعا منصهرة مناسبة لتشغيل هذا الجهاز. أيضا في هذا الجزء القاطعة مركبة على السلك الطور، أيضا منصهرة تركب على السلك الطور. المأخذ هنا الأرضي موجود، جهاز الحماية للمستعمل. نعود الآن إلى المأخذ الأخير، ينقصه شيئان. طبعا على السلك الطور يجب تركيبه منصهرة كما نلاحظ الآن بهذا الشكل. التوصيل الأرضي من الثلاجة إلى المأخذ موجود، ولكن ينقص توصيل من المأخذ إلى الأرض. طبعا هذا حماية لملامس هيكل الثلاجة من الصدمة أثناء حدوث التسرب الكهربائي في هذا المأخذ. وصلنا إلى نهاية مناقشة هذه الوضعية. نتمنى لكم الفائدة، ونلتقي إن شاء الله في حصة أخرى. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.